الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ومع أسئلة جديدة متنوعة ومختلفة كما اعتدتم علينا في هذا الشهر المبارك، وهي فرصة لطرح الكثير من التساؤلات التي يبحث الناس عن إجابتها في العادة. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. رجينا منكم أن تشاركوا عبر أرقامنا التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، ومع ذلك أيضا سنذكر بها كعادتنا، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. ونرحب أيضا بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. أعزائنا أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، نخرج الآن بفاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى، قدمنا لكم الفاصل اليوم حتى نستمر بإذن الله تعالى في طرح هذه الأسئلة طوال البرنامج، ونبدأ بأسئلة تتعلق بالسفر. فضيلة الشيخ مرة أخرى نرحب بك، حياكم الله. هناك بعض الإخوة يسألوا عن الصلاة في الطائرة ولديهم مجموعة من الأسئلة، لنبدأ بالسؤال الأول. يقول: هل يسع المصلي في الطائرة أن يصلي قياما في أماكن موظفي الطائرة أو في مداخل ومخارج الطائرة مع ضيق المكان وعدم الاستقرار، حيث لم يخصص في العادة مكان للصلاة، أم الأولى أن يصلي قاعدا إذا أدى ذلك إلى الطمأنينة والاستقرار أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب الأولى في حق المصلي وإن كان في الطائرة أن يأتي بالصلاة بتمام شروطها وأركانها، فصلاته قائما أولى من صلاته قاعدا إن تيسر له ذلك وأمكن له دون ضرر أو إضرار بالغير، فإن الأولى في حقه أن يأتي بالصلاة قائما. إن لم يتيسر له لعدم وجود مكان أو لاحتياج القائمين على شأن المسافرين داخل الطائرة للأماكن المخصصة لهم، ولم يجد فرصة ليصلي في ما أتيح من مكان، ففي هذه الحالة ينتقل إلى الرخصة بأن يصلي جالسا على كرسيه. فإذا الصورة: هل يسعه أن يصلي جالسا؟ الأصل أن يصلي قائما. ما أمكن السبيل إلى ذلك وتيسر له وأمن من المخاطر وأمن عليه من المخاطر فليصلي قائما. إن لم يحصل شيء من ذلك، إن خيف عليه لتعرض الطائرة لمطبات هوائية أو لأنه يمكن أن يسد أماكن يحتاج إليها القائمون على الركاب وعلى احتياجاتهم أو على الطوارئ، ففي هذه الحالة يصلي على كرسيه ولا حرج عليه. نعم. ولا يتصور أيضا أن يتمكن كل المسافرين المسلمين من أداء الصلاة في تلك الأماكن الضيقة، فلا ينبغي أيضا التثريب على من صلى قاعدا أول الأمر لعلمه أو لغلبة الظن عنده بأنه لا مكان مناسب لأداء الصلاة، ولا أيضا العتب على من اختار أن يأتي بالصلاة على شروطها وتمامها فانتهز فرصة ليصلي ما عليه في مثل هذه الفراغات المتاحة. لكن إن كان توجيه من القائمين على الرحلة بلزوم الأماكن فليصلي في مكان، والله تعالى أعلم. جميل. يقول أيضا: كيف يثبت حساب توقيت دخول وقت الصلاة في الطائرة مع وجود الفروق الزمنية بين المكانين الجو والبر؟ نعم، هذا سؤال مهم، وقد يكون الأمر في حالة الصلاة أيسر منه مما هو الحال في حالة الصيام. فالعبرة بالوقت في الموضع الذي تكون فيه الطائرة في الجو، نعم، لا بحساب المكان في الأرض الذي تقابله.
وإنما في الموضع الذي يكون هو تكون الطائرة فيه. نعم. والعلامات فيما يتعلق بالصلوات أيسر، لأن وقت النهار يمتد، فليس عليه أن يأتي بالظهرين في أول الوقت، له أن يؤخر حتى تطمئن نفسه أن وقت دخول الظهر قد تمكن فعلا، فيصلي بين الوقتين بين الظهر والعصر، أو يصلي وقت العصر، هذا مقدور عليه يسير. نعم. وكذا الحال بالنسبة لصلاة العشاءين. نعم. فليس مأمورا أن يأتي بالصلاة جمعا وقصرا في أول الوقت، ينبغي له أن يتريث حتى يطمئن إلى غروب الشمس ويرى الليل في الموضع الذي يكون فيه، ثم يصلي الصلوات التي عليه. والفجر فإن لم يتيسر له أن يشاهد طلوع الفجر، فمع بدء انتشار ضوء الصبح، أو أن يسأل القائمين على الطائرة ليحددوا له وقت طلوع الفجر الصادق ووقت صلاة الصبح في الموضع الذي يكونون فيه في الجو. الآن نأتي إلى مسألة الصيام. نعم. إفطارا وإمساكا، فلا يفطر المسافر بالطائرة بناء على التوقيت الأرضي، لأن المعلوم أنه كلما ارتفع فإنه ينظر إلى الشمس تكون. نعم. زاويته أعلى، فيتأخر الغروب عنده وهو في ذلك الارتفاع، وهكذا كلما صعد ارتفاعا في الجو. فبناء على هذا فإنه ليس له أن يفطر، إن كان صائما ممسكا ليس له أن يفطر حتى يتحقق من غروب الشمس ودخول الليل. نعم. فلا يستمع لقول من يطالبه بالإفطار لأن الناس في البلدة التي يقابلونها أو يحاذونها في الأرض قد أفطروا، أو لأن التوقيت حسب الساعة أو التقويم قد حان فيه وقت الإفطار. لا، العبرة بالمكان الذي يكون فيه، وهذه علامة ظاهرة أن يدخل الليل، أن تغرب الشمس ويدخل الليل. وكذا الحال بالنسبة للإمساك، فليست العبرة بالتوقيت الأرضي، وإنما العبرة بالتوقيت الذي يكون فيه وهو طلوع الفجر الصادق، فليتحرى طلوع الفجر الصادق، وحينئذ يمسك عن الطعام والشراب إن كان ينوي الصيام. وإن عسر عليه أن يشاهد العلامة بنفسه، أي طلوع الفجر الصادق، فليسأل أيضا القائمين على الطائرة، وليتأكد أنهم يدركون أن التوقيت الذي يعطونه إياه إنما هو لموضع الطائرة في الجو. وإن احتاط قبل ذلك فيما يتعلق بالإمساك، إن احتاط بأن يمسك فذلك أفضل. وكذا الحال بالنسبة للإفطار، إن تريث حتى يتحقق وتطمئن نفسه إلى غروب الشمس وحلول الليل فهذا أيضا في حقه أفضل، ولكن وهذا التفضيل إنما هو بسبب اشتباه الأوقات. نعم. عليهم، أو قد تكون العلامات تمر بسرعة. نعم. بحسب وجهة الرحلة إن كانت متجهة جهة الشرق أو جهة الغرب، والله تعالى أعلم. جميل. إذا مسألة تقديم الإفطار أو تأخير الإفطار وتأخير السحور ليس فيه مخالفة للسنة، إنما الاحتياطات التي تعددت لوضع استثنائي. نعم. على سبيل المثال، إن كان متجها إلى الغرب، إن كانت رحلته تتجه جهة الغرب، فإنه يقابل النهار. نعم. يقابل النهار. طلوع الشمس، وعلى هذا فإن الفجر سيمر عليه بسرعة، طلوع الفجر الصادق سيعبره بالطائرة بسرعة، فهذا ينبغي له أن يتثبت قبل ذلك. نعم. والعكس ويحتاط والعكس إذا كان متجها، إذا كانت الرحلة جهة عفوا إذا كان متجها جهة الشرق فإنه. نعم. سيقابل النهار، سيقابل. نعم. طلوع الشمس، وإذا كان متجها جهة الغرب فإنه سيتبع الليل، وهكذا سيكون ليله طويلا، طالما أنه مسافر جهة الغرب فيكون ليله أوسع ويكون طلوع الفجر عنده أبطأ. فبناء على هذا قلت بأن الاحتياط أولى، والله تعالى أعلم. نأخذ مكالمة. راشد الويهي. نعم. جزاك الله بالخير شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك شيخ. حياك الله. الله يحفظك. تفضل أخ راشد، تفضل.
الله يكرمك، تفضل. جزاكم الله بالخير بارك. انا عندي سؤال واحد، سؤالي هو ماذا يتم صيامه الى الليل؟ هذا نعم. تعني الايه القران الوارده في القران الكريم ثم الليل ثم اتم الصيام ثم اتم الصيام الى الليل. نعم نعم طيب. واضح واضح جدا. عندك سؤال اخر؟ ثم اتم الصيام ثم اتم الصيام الى الليل، ماذا تعني هذه الايه؟ طيب واضح واضح، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، الله يحفظك. أيضا سؤال آخر متعلق بالسفر وننتهي إن شاء الله. الأسئلة كلها للأخ أحمد البكاري، يقول هل ممكن أن تقاس أحكام الطائرة بأحكام البحر عند ركوب البحر من ناحية قصر الصلاة حتى وإن لم تقلع الطائرة، أو إن كانت الطائرة ما زالت في بلد المسافر نفسه؟ لا، إن لم تقلع الطائرة فهي في الأرض، حكمها حكم سفر البر. أما إذا يعني صعدت في الأجواء فإنها تقطع مسافة السفر في دقائق يسيرة جدا، فليس هناك أي إشكال فيما يتعلق بحد السفر للمسافر بالطائرة أصلا، والله تعالى أعلم. سؤال يتعلق بالتفسير، يسأل فيه السائل عن الفرق بين الاستئذان المذكور في سورة النور إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، والاستئذان المذكور في سورة التوبة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، الاستئذان المذكور في سورة التوبة هو استئذان عن النفير العام، لأن بداية الآيات انفروا خفافا وثقالا، فهو نفير عام دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين إلى النفرة في العسرة، وطلب منهم أن يجاهدوا وأن يخرجوا معه لملاقاة العدو، فهذا إعلان للنفير العام. ولذلك كان الذين يستأذنون متخلفين عن هذا النفير العام الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام، فكانوا من المنافقين لأنهم تخلفوا عن الاستجابة لداعي النفير العام بالجهاد في سبيل الله الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. أما ما ورد في سورة النور فإنه يتعلق بأصل التشريع، وأصل التشريع هو جواز الاستئذان. الاستئذان هو طلب الإذن، والإذن يقصد به العلم بإجازة الشيء والرخصة فيه، هذا هو معنى الاستئذان، هو طلب العلم بإجازة الشيء وبالرخصة فيه. فآية النور تتحدث يعني الآية تقول إذا كانوا على أمر جامع معه، فهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام، ثم رخص لهم أن يستأذنوا لبعض شأنهم، فهذا استئذان حينما يكونون مع رسول، قد لبوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآية السياق لا يتحدث عن حالة النفير العام، ولذلك يعني لا يجري عليه ما يجري على أن الاستئذان كان علامة فارقة بين المؤمنين والمنافقين، وإنما هذا آية سورة النور تتحدث عن آداب الاستئذان أصلا، حتى داخل البيوت، حتى من الأطفال، ثم في الوضع العام، ومنه أن يكون المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر جامع معه. ولذلك قالوا أن يكون الأمر الجامع من نحو العيدين والجمعة، وبعضهم وسع وقال أن يكون على أمر فيه مصلحة ظاهرة للمؤمنين أو لدرء خطر داهم فيستجيبون فيكونون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنهم يستأذنون كما قالت الآية الكريمة لبعض شأنهم، فأذن لمن شئت منهم. إذن يستأذنون لبعض شأنهم، ما الذي يفهم منه؟ يفهم منه أن عندهم ما يدعوهم إلى الخروج بعد أن استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقضون مأربهم ثم يعودون. هذا لما أقول أنا أستأذن لبعض شأني، فهذا يعني أنه ليقضي شأنه ثم
ليعود بعد ذلك إلى الأمر الجامع الذي يكون فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين أذن لهم، هؤلاء هم الذين خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأذن لهم، وجعل فعلهم هذا علامة على الإيمان وجميل الخلق وحسن السجايا. وقول من قال، ولعل هذا هو السبب في السؤال، إن لم تخن الذاكرة، أن هناك قولا منسوبا لابن عباس رضي الله عنهما أن آية التوبة منسوخة بآية النور. نعم. وجرى على هذا عدد من المفسرين، حتى من يعني كبار المفسرين، لكن هذا لا يصح. أولا، لا حاجة إلى ادعاء النسخ، لأن الأوضاع مختلفة، هناك نفير عام ودعوة، وهؤلاء يتخلفون عن، يعني يطلبون التخلف أصلا، يتركون الاستجابة. أما هؤلاء فقد استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك يعني نفير عام. وسورة النور هي أسبق نزولا من سورة براءة، من سورة التوبة، فلا يجري علي هذا النسخ، يعني فات هؤلاء. ولهذا بعض المفسرين ارتاب من نسبة هذا القول إلى ابن عباس، ورأى أن النسبة غير صحيحة إليه. لعل هذا الذي دعا السائل لطرح هذا السؤال، لكن المعنى تلخيصا هو ما تقدم، والله تعالى أعلم. نأخذ مكالمة. الأخ كمال من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم فضيلة الشيخ؟ الحمد لله الأخ كمال، بارك الله فيك. كيف حالكم فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يحفظك، جزاك الله خير. تفضل الأخ كمال. من فضلك سؤالي عن شخص استيقظ في رمضان. نعم. ووجد أن هناك طعم في فمه، وعندما بسق ما في فمه وجد أيضا تغير لونه وقد بلع منه شيء، ماذا عليه؟ نعم. طيب، السؤال الثاني، عندك شيء آخر؟ بارك الله فيك الأخ كمال، شكرا جزيلا لك. سؤاله، هناك يعني من وجد طعما في فمه، فلما بصقه وجد فيه لونا، وهو هكذا كما يبدو لي يظن أنه ابتلع منه شيئا قبل ذلك، هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر على صيامه، هذا يعني كان على سبيل الخطأ لا على سبيل التعمد. نعم. وهو أمر مظنون فيه مع هذا كله، فهذا لا يؤثر على صومه، والله تعالى أعلم. جميل. سؤال يقول فيه السائل: انتشرت عادة بين الناس إذا تحدث شخص عن قصة وهو على مائدة الطعام وأراد أن يثبت كلامه بأنه صحيح، يقول أنا أقول الحقيقة ونعمة ربي أمامي، أو يكون ممسكا بكوب ماء ويحاول أن يثبت كلامه أيضا، يقول أنا لم أكذب وكوب الماء في يدي. يبدو أننا أنا رفعتها، لا لم يعني لم أجرها، هل هي قسم أو لا؟ وكذلك يطبق نفس النظام أثناء الأذان، ما حكم ذلك؟ نعم، كما أشرتم في السؤال، هذه يخشى عليها أن تكون واو قسم. نعم. فيكون المتحدث حالفا بغير الله عز وجل، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته العليا، وهذا هو الأقرب، لأن عادتنا أن نسكن الكلمات حينما نتحدث باللهجة، فيخشى أن يكون المقصود هو تأكيد ما يقول بهذه الصيغة، هذا المعنى هو معنى القسم، ثم يأتي بواو القسم، هذه واو القسم، فيخشى عليه من هذا، ولذا من أن يكون مقسماً بغير الله تبارك وتعالى. والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: ولا تحلفوا بالأمانة، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وشدد أهل العلم في الحلف بغير الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فليحذر الناس من الوقوع في هذه المخالفة، وليجتنبوا مثل هذا القول، وإذا كان بحاجة إلى تأكيد كلامه فليكن ذلك بغير هذه الصيغة وبغير هذا الأسلوب. نعم. وإن كان مستحضرا لمعنى آخر غير القسم، وكان سياق الحديث وقرينة الحال تشهد له بما
قصده فلا إشكال، لكن نقول بأنه الأمر موهم. هذه الألفاظ الواردة في السؤال توهم أنها ألفاظ أيمان، وهي أيمان بغير الله تبارك وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك فيجب شرعا أن تجتنب، والله تعالى أعلم. نعم، ولا يؤثر في ذلك الرفع أو الجر اعتبار أن الناس أساسا لا تراعي هذا، تسكن في لهجتها، لكن كما قلت الاستثناء هو إذا كان له مقصود آخر ودلت قرينة على أنه تشهد له بصحة قصده وأنه لا يقصد اليمين ولا يستحضر هذا المعنى، فحينئذ هو خارج ما تقدم الجواب عنه. لكن هذا كما قلت هذا هو الحال الأقل. واضح من السؤال أن أكثر الناس من حيث لا يشعرون يريدون تأكيد كلامهم، وتأكيد الكلام بصيغة فيها واو هذا يدل على أنها واو قسم وأن هذه الصيغة صيغة يمين. فلذلك يجب أن تجتنب، والله تعالى أعلم. نأخذ مكالمة. راشد الفرقاني، أخ راشد. معك. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، تفضل. شخص صلى خلف الإمام في صلاة الجهرية وفي الركعة الأولى نفس القراءة الفاتحة، ما تعرف؟ نعم، طيب الآن هو هو الإمام؟ لا هو هو المأمون ونسي قراءة الفاتحة الركعة الأولى. في الركعة الأولى. طيب بعد ذلك؟ الركعات الثانية تداركها. يعني بمعنى كيف تداركها في الركعة الثانية؟ هل يعني في الركعة الأولى لم يقرأها؟ نعم. طيب واضح. عندك سؤال آخر لأخ راشد؟ يوسف، أهلا بك. طيب المهم عندك سؤال آخر؟ نعم تفضل. هو ليلة القدر يعني مع نهاية مع أذان الفجر. طيب إن شاء الله إن شاء الله. مشكور الله يوسف، بارك الله فيك، أحسنت. كان السائل الأول يسأل عن معنى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني المقصود هو لزوم الصيام، أي الإمساك والامتناع عن كل المفطرات إلى الليل. نعم. والليل يبدأ باكتمال غروب الشمس، فإذا اكتمل غروب الشمس غربت الشمس من جهة المغرب أدبر النهار من تلك الناحية وأقبل الليل، فهذا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. أي مع دخول الليل، ودخول الليل إنما يكون باكتمال غروب الشمس، والله تعالى أعلم. في سؤال الأخ يوسف الذي ينسى قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وهو مأموم، هل يؤثر ذلك على صلاته؟ نعم، الصحيح أن ذلك يؤثر على صلاته، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج الناقصة، وعلى هذا فإن عليه أن يستدركها حينما يسلم الإمام من تلك الصلاة، فإن هذا الذي نسي الفاتحة عليه أن يقوم وأن يقضي الفاتحة ثم يقعد فيسلم، والله تعالى أعلم. نعم، وإن لم يفعل تنتقض بذلك صلاته للحديث المتقدم وعليه الإعادة. سعيد يقول الشخص المستقر في العاصمة أو في العاصمة مسقط ويعود إلى بلده لقضاء الإجازات والمناسبات والأعياد، أين يخرج زكاة الفطر، في المكان الذي استقر فيه أم في بلده، أم لا فرق؟ يخرج زكاة فطره حيث كانت أنفع للمستحقين. نعم، هذا مبدأ عام، فحيثما يوجد من هم أشد احتياجا وأكثر فقرا أو مسكنة، بحيث تكون صدقة الفطر أنفع لهم، فإنها بإذن الله تعالى أفضل ما لم يكن في ذلك مشقة عليه. نعم. على المزكي، فلينظر أين تكون زكاته أو زكاة فطره أنفع للفقراء وأحظى لهم وأنفع،
فإنه في هذه الحالة طالما أن بإمكانه أن يدفع الزكاة في أي من هذه الأوطان التي له فليختر الوطن الذي يكون الاحتياج فيه أشد ويكون أداؤه لصدقة الفطر أكثر نفعا للفقراء والمساكين، والله تعالى أعلم. ناصر الرحبي يقول: شخص معتكف قد يضطر إلى إجراء شيء من المعاملات الضرورية كدفع الفواتير عن طريق الهاتف، هل تباح له هذه المعاملات؟ أما إذا كان الكهرباء ستقطع عنه وعن أهل بيته فلا مانع، نعم هذا كما قال هذه ضرورة، أما إذا كان يمكن له أن يؤجل أو أن يوكل غيره ويتفرغ هو لما هو بصدده فذلك أفضل وأولى في حقه، نعم. أو كان يعني لا خطورة على تأخره إلى انقضاء اعتكافه فلا يخشى أن تقطع الكهرباء أو تقطع الخدمة المياه أو شيء من الخدمات هذه التي الناس يحتاجون إليها في البيوت، ويكاد يعني لا مبالغة إذا قلنا يضطرون إليها، نعم. ففي هذه الحالة إذا كانوا مضطرين نعم يمكن له على أن لا يصرف فيها وقتا كثيرا، يعني نعم. هذه قد تأخذ يعني شيئا قليلا من الدقائق فليقتصر على الحد الأدنى، والله تعالى أعلم. إذن هذا لا يعتبر من نوع المعاملات البيع والشراء في المسجد؟ لا، هو يخرج نعم. يعني يخرج. نعم يخرج من المسجد ويدفع الذي عليه، أنا انصرف ذهني إلى اشتغاله نعم. بالتطبيق والهاتف وهكذا، وهذا ملحظ مهم جزاكم الله خيرا، وهو نعم هذا سداد لدين لا يكون في المسجد، يخرج من نعم المسجد. إلى أماكن الوضوء على سبيل المثال أو حيث يقضون مآربهم عادة. جميل. ناصر الحسني يقول: الميت سريريا ماذا يلزم أولياءه من حيث الصوم وزكاة الفطر؟ نعم لا يلزمهم شيء في كل الأحوال، أقصد في كل الأحوال متعلقة بتكييف الموت السريري، حتى نكون أكثر دقة، المقصود بالموت السريري هو الموت الدماغي، فإذا ثبت أن هذا الشخص ميت دماغيا فلا شيء على أوليائه فيما يتعلق بتكاليفه الشرعية، لأنه حسب التكييف الشرعي أو حسب التكييف إما أن يكون ميتا حقيقة بناء على توصيف أو تكييف الموت الدماغي فهذا لا تكليف عليه، أو أن يكون أشد من حالة من فقد العقل والتمييز بسبب ما هو فيه من موت دماغه، فبناء على ذلك لا شيء عليهم، والله تعالى أعلم. وكأنه ميتا حقيقة على الصورتين، نعم. عند من يقول بأنه موت حقيقي أو عند من يقول بأنه ليس بموت بعد، نعم. ولكنه في الحقيقة هو يتفق أنه ميت دماغيا فهذا أصبح غير مميز ولا مدرك فلا تكليف له، نعم. هو مغمى عليه أصلا وحياته إنما هي بسبب أجهزة التنفس والمساعدة على الحياة، هو فاقد للتمييز والعقل وهو مغمى عليه وهو في تلك الحالة، فهو حتى عند من لا يرى الموت الدماغي موتا حقيقة هو فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية مرفوع عنه القلم، والله تعالى أعلم. نستنبط من هذا سؤالا آخر أو نفرع عليه: المغمى عليه هل يقضي الصلوات بعد إفاقته؟ هذه لها تفاصيل كثيرة، نعم. يعني سواء كان فيما يتعلق بالصيام أو الصلاة، نعم. فيعتمد على متى حصل له الإغماء، فإن كان قد حصل له الإغماء وقت بعد دخول الوقت فإن عليه أن يقضي، إذا كان قد حصل طرأ عليه الإغماء بعد أن شرع في الصيام واستمر، أما إذا أفاق فإنه يواصل الصيام لأنه دخل بنية وقصد لأداء العبادة، الآن الكلام عن الصيام. وإذا استمر معه الإغماء فإن طائفة من الفقهاء تقول تجعل المغمى عليه كالمجنون، نعم. فلا قضاء عليه إلا في اليوم الذي شرع في صيامه وطرأ عليه الإغماء، ومع ذلك حتى في هذه الصورة يقولون أنه لم يأكل ولم يشرب فلماذا يؤمر، والحقيقة أن يعني القضاء أحوط لذلك اليوم الذي شرع هو فيه في الصيام ثم طرأ عليه الإغماء، نعم.
ومن الفقهاء من يقول هو كالمريض، وعلى هذا فإنه يؤمر بالقضاء بعد أن يمن الله تعالى عليه بالشفاء بقضاء الصيام، فيعامل معاملة المريض. لكن القول بأنه في حالة الإغماء كالمجنون أقرب وأظهر، فتجري عليه هذه الأحكام. فإذا فيما يتعلق بالصلاة يقضي تلك الصلاة التي دخل وقتها وهو يقظ لم يغمى عليه بعد. أما الصلوات التي جاءت من بعد فالأظهر أنه لا قضاء عليه فيها، لأنه في هذه الحالة يكون كالمجنون، سواء كان هذا الإغماء لسبب طبيعي أو كان أيضا بإحداث إغماء كالتخدير بداع من الدواعي الطبية. ولكن المسألة فيها خلاف عند المتقدمين وعند المتأخرين من الفقهاء، ولهذا فإنه في خصوص نازلة معينة نحتاج أن نعرف تفاصيلها. جميل. الأخ الدكتور حميد يقول: لماذا جاء في سورة الشعراء في قوله تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين بإفراد رسول، في حين جاءت رسول في سورة طه فأتياه فقولا إنا رسول ربك؟ الجواب: الحقيقة أن هذا الإعجاز البياني فوق ما يتصور الإنسان. سبحان الله. تقدم القول في جواب سابق بأن سورة الشعراء فيها تفاصيل أكثر لما دار بين موسى عليه السلام وهارون عليه السلام مع فرعون، وأنها تعرض أشد المواقف بأكثر التفاصيل. كان ذلك في التعليق على ما ورد في سورة الشعراء من قول الله تبارك وتعالى يأتوك بكل سحار عليم. الآن عندنا صورة في صورة معينة، مشهد في سورة الشعراء وفي سورة طه. في طه قال ربنا تبارك وتعالى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. وفي الشعراء فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأرسل معنا بني إسرائيل. سورة طه فيها تلطف، فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك تجد أن الصور المعروضة والمشاهد تعرض هذا الجانب، جانب التلطف. ومن هذا التلطف إن رسول ربك، فالخطاب الإضافة إلى رب فرعون، إلى بتذكيره أنه ربه تبارك وتعالى، وأننا رسولان. أما في الشعراء فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين بالإفراد والإضافة إلى العالمين. أولا من حيث الصناعة اللغوية يجوز في رسول يجوز الإفراد والتثنية والجمع، كما في الطفل والضيف، تصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة. فهي من حيث الوضع اللغوي تصح. في الإفراد لوحظ المصدر، وفي التثنية والجمع يلحظ الاسم. إذن هناك في طه لوحظ الاسم، أننا هارون وموسى، رسولان من عند الله تبارك وتعالى إليك. هنا لوحظت الماهية أولا، هي ليس لا تلطف فيها، فقولا إنا رسول رب العالمين، حتى الإضافة ليست إلى المخاطب. ثم إنهم
يركزون على الماهية، يعني الصيغة المعروضة رسول رب العالمين على المصدر، على المعنى المأخوذ من المصدر، وكأنها ماهية واحدة كما يقول الرازي. فالمقصود هو التذكير بالرسالة نفسها، هذا وجه. وأننا وإن كنا رسولين إلا أن رسالتنا واحدة وقولنا واحد، هذا المعنى الثاني. فيؤكدان له أن ما أتياه به واحد وإن كانا رسولين. والمعنى أو الوجه الثالث هو عكس الوجه الثاني، هذا هو التذكير بأن وكأن كل واحد منهما يؤدي هذه الرسالة، إنا رسول رب العالمين، فكل واحد منهما يقول له ذلك، كل واحد منهما يبلغه هذه الرسالة. والأمر الرابع هو ما يتعلق بمعنى الوحدة أو الإفراد في هذه اللفظة، لما يقولان إنا رسول رب العالمين، فالمقصود مضمون الرسالة، كيف ذلك؟ يعني تقدم أن المقصود الرسالة أو يلحظ معنى الرسالة، لكن التكييف هو أننا ذو رسالة. فنحن أصحاب ذو رسالة واحدة إليك، لتكون أقوى في البلاغ وأكثر تأثيرا في المتلقي. هذه هي الوجوه التي علقت بذهني في الفارق بين ما ورد في سورة الشعراء وما ورد في سورة طه في هذا الاستعمال بين التثنية لملاحظة أنهما رسولان ولسياق التلطف، وفي الإفراد لملاحظة معنى المصدر والماهية كما يقول الرازي، وإيصال الرسالة بكل وضوح وقوة وجرأة في سياق المناظرة والمحاورة التي كانت بينهما وبين فرعون. والله تعالى أعلم. يبقى سؤال، ولكن أيضا بقيت معنا دقيقة، وهو ما الذي حدث فعلا في الواقع؟ القرآن الكريم كما تفضلتم هنا مراعاة لسياق الآية في النص وفي المشهد. نعم. الذي يقتضي هنا لطفا ويقتضي هنا حزما. نعم. لكن ما الذي حصل فعلا؟ كل ذلك حصل. نعم. كل ذلك حصل لأن محاورة موسى وهارون عليهما السلام لفرعون لم تكن للقاء واحد وانقطع، وإنما هي محاورة ومجادلة وأخذ ورد. ولذلك يعرض القرآن الكريم في سورة الشعراء ردود فرعون، وهذا لم يحصل في الأعراف، لم يحصل كثيرا في طه، يعرض أن هناك مجادلة ومحاورة وأن هناك تكرار وأن هناك، فعرضت سورة طه جانب اللطف واللين، وعرضت سورة الشعراء الجانب الآخر في الحوار وما بلغ إليه الحوار. في الآية السابقة على سبيل المثال التي تعرضنا لها في نصف دقيقة، أقل من نصف دقيقة، في لما قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، هنا المتكلمون لم يكونوا واحدا، فهناك كثرة من المتكلمين الذين يتزلفون إلى فرعون ويطالبون بالإتيان بالسحرة. فمنهم من قال بكل ساحر عليم، ومنهم من قال بكل سحار عليم. عرض لنا القرآن الكريم مشهدا جانبا من هذا المشهد في موضع يتناسب مع الجو العام للسورة، وعرض لنا مشهدا آخر جانبا من هذا المشهد يتناسب مع الجو الآخر لتلك السورة. وكل ذلك حصل. جميل جدا، يؤكد ما قلتموه في البداية من الإعجاز في القرآن الكريم. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. نشكركم أيضا على متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى غدا لاستكمال الأسئلة الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.